ثانيا رعاية الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين لهذه التظاهرة هو مشاركة فعالة من كل الشركات العمومية المؤسسات العمومية في هذه التظاهرة في دعم الرياضة في دعم هذا التضامن اللي موجود خاصة نشوف هذه اليوم فيها شريف مؤسسات إعلامية اليوم يشارك مع حتى فنانين يشاركوا ناس من عالم الإعلام من عالم الفن احنا كذلك عالم العالم الاقتصادي او المجال الاقتصادي نشارك في هذه المناسبة. احنا كشركة وك يعني شخصيا نحب في كل مرة نثبت مساهمتنا في كل ما يدعم التنمية الوطنية وكل التنمية الإنسانية بكل ما تحتوي من معنى. الشعب الجزائري يحتاج في كل مرة مناسبات كما هذه، وهذه مناسبة رمضانية جميلة، فلما لا؟ فكل الشركات وأنا باسم كل الشركات نهني هذا الناس اللي يلعبوا اليوم، ونأكد كذلك دعم الشركات والشركات راهي تشوفوا فيها اليوم موجودة هنا، وإن شاء الله يعني تكون مناسبة للفرحة والاختلاط والفرحة وكل شيء في هذا الليلة ابتداء من هذه الليلة ولعدة أيام إن شاء الله. بلاطة يتمنى لكم رمضان كريم. شيبس لوكس يتمنى لكم رمضان كريم. مجمع زيرتوب يتمنى لكم رمضان كريم. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.